كابتن عادل هبدا بحضرتك. امبارح خساره النادي الاهلي لبطوله السوبر، الكل شايف او معظم المحللين اللي كانوا اللي انا اتفرجت عليهم امبارح الحقيقه الكل شايف ان المباراه لم يكن النادي الاهلي في مستوى، ايه راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين انه يبقى في مقدمه صغيره كده علشان الموجه اللي شغاله. يعني احنا قلنا وبنعيد وبنكرر ان اختيار موسيماني كان اختيار موفق جدا وجه في توقيته، وكان الاختيار كان بعنايه، والكلام ده ثبت زي ما انت بتقول دايما، مش بالكلام بالفعل. جه على ماتشات كانت ماتشات مهمه جدا، بقى في اقتناع كامل ما بينه وبين اللعيبه، ادى توجيهات بمجرد ما جه بعد ما كان كنا بنأدي بشكل معين مع فايلر في الفتره الاخرانيه. على طول في الدوري ثم الوداد رايح جاي شفنا اروع اداء، اهداف، ضغط من تحت، كان اللعيبه لسه محتفظين بالطاقه بتاعتهم، ما كانش لسه فيه عمليه الضغط. ثم الترجي بعد ما خدنا 6 ايام ترجي هناك وهنا، ثم صن داونز، يعني الولاد عملوا في الحقيقه عملوا زي ما قلت برضو حضرتك قبل كده موسم على درجه من الاعجاز، انجاز ما بعده انجاز. اتنين افريقيا دي مش عمليه سهله ابدا، تالت عالم وما بالميراس تكسب بالميراس، والدحيل بطل قطر انت بتكسبه، بتلعب مع البايرن وانت واقف على حيلك ما بتتغلبش بالشكل. يعني عامل الولاد عاملين موسم اكتر من رائع، يتخللوا خسارة دوري. احنا خسرنا دوري بفعل فاعل، انا هفضل اعيد واكرر بفعل فاعل، 15 بونت والمنافس 13 بونت، وكنا بنشوف قد ايه الفار مع الزملاء الحكام كان بيبقى فيه اوضاع ما حدش يحبها في دوري المفروض ان هو احسن دوري في افريقيا وفي العالم العربي. ماتش امبارح في حاجات كتيره جدا حصلت، انا يعني لما باجي احللها يعني مش لاقي لها مبرر. انت عامل 4 ايام معسكر، الاداره موفره لك المناخ رايح قبل الماتش ب4 ايام، انت خسران دوري فانت عايز تعوض، يعني كلها حاجات محفزه ليك انك انت تأدي اداء كويس كل الناس منتظره. مظبوط مظبوط. فبعد ال7 بطولات انت تاخد منهم 6 او 6 بتاخد منهم 5، لما نضيف الكاس يبقى 6 من 7، فانت يعني عايز تصالح جمهورك عشان البطوله اللي هي راحت مننا، واللي زي ما انت برضو بتقول وبتكرر لما في فرقه بتاخد بطوله واحده من الستة يعني بتبقى الاحتفالات والانجازات. فطبعا احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين ان كل بطوله بناخدها لازم نبقى رقم واحد. مظبوط. الماتش بتاع امبارح استثناء، ومفيش حد كامل، احنا بنلاقي باريس سان جيرمان طالع من الكاس من تيم درجه ثانيه ولا درجه رابعه الموسم ده. ترجي يا كابتن في مباراه السوبر اللي في تونس، يعني لسه من اسبوع 10 ايام كان بيلعب اتحاد المنستير ده، يعني مثلا يبقى يعني في المركز الخامس الرابع السادس كده يعني، وكسب الترجي، كسبوا ركلات ترجيح برضه 1-1 وكسبوا ركلات ترجيح. وده برضه علشان كلامي احنا بندي كل واحد حقه. الماتش بتاع امبارح ولا واحد موفق بما فيه مش الشناوي حتى. يعني الشناوي صد ضربتين جزاء، لكن برضه في كره تقع من ايده دي ما تقعش من الشناوي. ايوه. ده انا رايي، لان الشناوي قيمه وقامه واحسن جول في افريقيا ومرشح انه يروح في اي حته في العالم هيقف على حيله يعني. فانا شايف انه عده عوامل. اوكي. يا اما استهتار، نوع من الاستهتار، عدم التجهيز، المدير الفني الحقيقه ما قراش الفرقه كويس، ما اداش تعليمات حتى في الكور الثابته، ما قراش ان في ماتش الدوري الراجل بيلعب بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها امبارح، هو لعب بيها واحنا برضو لعبنا بيها، ناخد الكوره ونحطها جوه 18. اقول لحضرتك رقم في مباراه الدوري 44 كوره طويله، 44 كوره ده احصائيات يعني، امبارح 51. الحاجه الثانيه يعني يا كابتن هي. انا مش عامل ليه جبهات يعني الباك بتاعنا انا اكرم بستلم ليه وانا واقف؟ اوكي. ما بستلمش ليه وانا بجري تتعمل لي على الرايه؟ علي معلول ليه انا استلم وبعدين اروح لعبها لطاهر؟ ده علي معلول ده المفروض يبقى طاير، لان الراجل احمد سمير طول الماتش، انا بقول لكابتن ماهر احنا جايين، طول الماتش بيلعب من الرايه للرايه،
يعني في اخر دقيقه في ال 120 دقيقه. بس ممكن اقطع حضرتك هنا، انا اسف، ان دايما اي لعيب بيلاعب النادي الاهلي بيعمل زي ما حضرتك بتقول كده، بيبقى راجع من الرايه للرايه، ده في الطبيعي، مش مباراه الجيش بس، كل المباريات كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي دايما بتبقى كده، بيبقى عندها طاقه بدل زياده، الدافع او طاقه زياده، طاقه زياده وبدل الدافع 2 و3 ان انا بلاعب النادي الاهلي برضو. كل ده انا مش بتكلم ان هو مبرر يعني، بس عشان احنا بنتكلم مع بعض فنيا. انا اقصد ان علي الجبهه الوحيده اللي كانت شغاله، لكن لما بيستلم الكوره كانت مفيش حد بيجي، يبقى فيه مسانده بحيث ان انا ابقى اعمل جبهه هنا وجبهه هنا. تمام. وبعدين التسديد، التسديد كان يعني مش التسديد اللي فيه تركيز على الثلاث خشبات، عمليات الاختراق، يعني انت حاطط 3-4 رؤوس حربه في منطقه ال 18. برضو من ضمن الحاجات اللي انا مش عايز انساها، وهي انا قلت لحضرتك قبل كده ان النادي الاهلي لاعب حاجه و70 مباراه الموسم السابق، الموسم السابق بالمباريات المنتخب، صح، باريس تشيلسي والمان سيتي لاعبين 61، ودول اللي هم بيوصلوا لمرحله نهائيه، يعني بيخلص دوري كاس اوروبا. تشيلسي وصل نهائي اوروبا، والمان وصل نهائي اوروبا، يعني لاعبين ماتشات زياده، فلاعبين 61 مباراه. النادي الاهلي علشان جمهورنا يعني برضو يبقى فيه حته صفقه شويه على اللعيبه، انك انت في الفتره دي انت لاعب حاجه و70 مباراه، في منهم الناس بتوع المنتخب هيوصلوا لحاجه و80، الشناوي وعمرو السوليه ممكن يوصلوا ل90، فطبعا دي كلها عوامل.